تكلم على الألم؟ أنا عايزة أتكلم على نقطة تانية إنسانية شوية. إحنا اتكلمنا عن الإعلام المناهض يا أستاذ. لا هتكلم برضو على الإعلام الداخلي دلوقتي في دقيقة بس اتفضلي. طيب نقطة كانت مهمة جدا، وإحنا من فترة كده كان عندنا ضيفنا العالم المصري كبير الناس كتير بتفخر بيه، الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ زراعة الكبد. الحقيقة يعني أنا هذه الفقرة أو كانت الحلقة دي من الحلقات اللي كانت مؤثرة مش لي أنا بس، لناس كتيرة جدا. الدكتور محمد عبد الوهاب يعني محتفظ فقط بالشق الإنساني لمهنته، مهنة الطب، هذه المهنة الجليلة، وهو ما بيعملش أي حاجة غير أنه هو حاسس بألم كل مريض. وكان مركز يعني مركز زراعه الكبد اللي انشاه كلها مجهودات ذاتيه وجه متبرع وناس. الدكتور محمد عبد الوهاب ولانه عالم جليل ويعني ليه باع طويل جدا في الطب وفي زراعه الكبد، بيبكي وبكى هنا على الهوى لما قال انا ما اقدرش استحمل ان مريض يبقى تعبان وانا ما اقدرش اعالجه عشان ما عنديش امكانيات. صحيح. يعني قد ايه دي كانت نقطه يعني او لفته انسانيه. وهو فعلا دكتور محمد عبد الوهاب اكيد سمعنا دلوقتي، احنا بنحييه الف تحيه. وانا نفسي، وفي على فكره عندنا دكاتره كتير كده، بس نفسي كل طبعًا. يعني دي مهنه غايه في الحساسيه وغايه في الخطر. احنا كمان بنبارك له على تكريمه في روسيا ضمن واحد من 10 علماء تم اختيارهم ممثلين العالم كله في اكبر مؤتمر لزراعه الكبد والبنكرياس في روسيا. تم تكريمه كممثل لمنطقه الشرق الاوسط كلها. طب هو ضمن هو يمكن ده صوره الصوره. على فكره الدكتور محمد عبد الوهاب معانا على التليفون يا استاذ بشير. الو الو، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يعني دايما منورين والله، وايش والاستاذ بشير ربنا يخليك والف مبروك. احنا يعني بنتحدث الحقيقه عن تكريم حضرتك في موسكو، وغير كده يعني احنا هنا حتى من خلال هذه الفقرة البسيطة كده على قدنا بنقول لحضرتك ألف مبروك، وبنشيد بمجهوداتك الحقيقة اللي مش احنا بس اللي تتكلم عنها. يعني اتفضل. يعني يعني هو أولا احنا في وقت لازم الكل يعني يعمل، الناس كلها بتبص لمصر عاوزة تشوف مصر هتبقى ايه، فلازم شوية الشعب ده في كل المجالات سواء الطب، الهندسه، الزراعه، الصناعه، الكل يشيل الانانيه شويه ويعمل، وهنبقى كويسين مش وحشين. كوريا اللي كان ماسكينها بمئات السنين اصبحت دلوقتي من الثمانيه في الطب، وكانوا موجودين في المؤتمر. روسيا تشوفي الانضباط والنظافه حاجه مبهره. ليه احنا ما نبقاش كده استاذه؟ استاذ بشير يا دكتور، احنا نخرج من المكاتب للارض للشارع، عايزين نخرج من المكاتب بقى كله، ووزير ومحافظ ورئيس ورئيس جامعه ورئيس مصلحه. ما ينفعش بقى، البلد لازم تنضف، البلد مش صغيره. استاذ بشير مع حضرتك يا دكتور، عايز يسال حضرتك على دكتور حاجه. محمد، اولا مبروك تكريم حضرتك. الله يبارك. تاني حاجه يعني 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 لما نقعد معاك ونسمع لك نعمل كتب كتير جدا، الحالات اللي حضرتك بتشوفها وبتقابلها والحاجات اللي بتتعبك نفسيا. لكن انا عايز اعرف، حضرتك قلت لي مره ان هيتعمل مؤتمر عالمي هنا في مصر هيضم اساتذه زراعه الكبد، علماء من كل من انحاء الدول، هيكون اعتقد في شهر 11 يا دكتور. ان شاء الله ان شاء الله. طب ده عباره عن ايه يا دكتور، ومين اللي مدعو لهذا المؤتمر؟ هو طبعا قبل ما اتكلم على المؤتمر، انا كنت رايح موسكو ما كانش في دماغي حاجه، وكان في مشكله في الفيزا هم حلوها مع وزير الخارجيه الروسي كمان علشان اروح. تمام. علشان دي مقدمه. وطبعا الناس كرموني ل 30 سنه خبره معاهم في مجال الكبد، من ضمن 10 اتكرموا وخدوني عضو مجلس اداره بالانتخاب بين 2000 عضو في الجمعيه. يعني من ال10 مجلس الاداره. طبعا المجموعه اللي جايه هم اختاروا مصر، وكلهم بيسالوا على الامان، وقعدت اشرح لهم هم برضو مش واصله لهم قوي ان مصر بقت امنه، القاهره بقت امنه، وده شغل بقى وزاره الخارجيه والسفراء. هم بيتهيألهم ان لسه، قلت لهم لا،
على مسؤوليتي لو في حاجة هنقطع العلاقة بينه وبينكم وبيضحكم عاوزين يجوا. فاللي جاي في المؤتمر ده يكونوا يختاروا مصر من 4 دول اللي اتعمل فيها هذا الكورس ده، طبعا حاجة كويسة جدا ان الجمعية العالمية دي تتجه لمصر في الوقت ده في نوفمبر. جاي رئيس الجمعية العالمية ده ياباني وده بيتحرك بصعوبة جدا، ومعاه 2 سكرتارية، جاي ناس من كوريا الجنوبية، ناس من الهند، ناس من اسبانيا، ناس من المانيا، ناس من بلجيكا، ناس من تركيا، ناس من كازاخستان، وجاي واحد من امريكا، حوالي 25. الحاجه الكويسه يا استاذ بشير ان دائما المؤتمرات الخارجيه المصريين بيروحوا يشوفوها، لا ده احنا جالنا طلبات ناس اطباء وباحثين عاوزين يجوا يحضروا المؤتمر ده على حسابهم. يعني جايين مصر يحضروا مؤتمر. تمام. طب دكتور علاقه وزاره الصحه ايه بهذا الحدث؟ ما اعرفش انا يعني اهو حدث موجود مش هنخش في مجالات، يعني يا ريت الوزيره تتبنى هذا المشروع وتعمل علاقه مع الجمعيه دي بعد كده، هتشوف قد ايه اللي هيحصل، ايه التطور اللي هيحصل في وزاره الصحه. كونك تقابل يعني في واحد جاي، الناس بتصرف مئات الالوف علشان تروح تحضر له محاضره، كون ان اجيبه القاهره هنا، له كتب ومؤلفات في جراحه الكبد وزراعه الكبد اللي هو البروفيسور ماكوشي ده، له وريد باسمه في الجسم، يعني حاجه فخمه جدا وضخمه جدا ان الناس تيجي القاهره. تمام. طبعا ببارك لسيادتك مره تانية، ويعني دايما منورنا دكتور العالم الجليل الاستاذ دكتور أشكرك يا فندم. شكرا شكرا مره اخرى دكتور محمد عبد الوهاب استاذ زراعه الكبد، خاصه بدكتور محمد عبد الوهاب، سريعه جدا. في المؤتمر الشباب الاخير كان بيتم عرض الانجازات اللي حصلت في القضاء على طوابير الانتظار والحمله اللي دعا اليها الرئيس السيسي. وزيره الصحه اتكلمت عن 6 حالات تم انجازها زراعه كبد. الست حالات منهم 5 حالات انجزهم الدكتور محمد عبد الوهاب. تحيه ليه. فكنت اتمنى ان الوزيره بس تشير ان دي جامعه المنصوره وده الدكتور محمد عبد الوهاب، وتوجيه الشكر ليه عشان يبقى حافز للاخرين. طبعا. الحاجه الثانيه في ظل الحاجات دي برضو الحاجات الانسانيه اللي انتم بتهتموا بيها، انا عاجبني جدا صناع الخير. جمعيه صناع الخير او حمد صناع الخير، وده اللي عاملين حمله عينيك في عينينا. كانوا معانا. حاجه هايله جدا، وناس بيعملوا عمليات جدا، 50,000 مواطن وبرضه دخلوا في حته القضاء على طوابير الانتظار والحاجات دي. تمام. طيب